يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى على لسان امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هذه أم مريم ابنة عمران عليه السلام. قال محمد بن إسحاق في تفسير الآية: أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فماذا كانت نتيجة ذلك الدعاء؟ تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. جاء في تفسير ابن كثير: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعل لها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. كفلها زكريا. جاء في تفسير ابن كثير: وإنما قدر الله كون زكريا يكفلها لتقتبس منه علما، علما جما ونافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها. ومن دعاء امرأة عمران أنها قالت: أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن المعلوم أن من وهب للمعبد لا يتزوج، فكيف تقول ذريتها؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى لها ذرية بدون زواج. وفي الحديث الصحيح: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حتى حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. ويستفاد من هذا الحديث الحض على طلب الولد لنية الجهاد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر لأجل نيته وإن لم يحصل له ولد. ويقاس عليه طلب الولد من أجل الصلاة ومن أجل الصدقة وسائر أعمال البر والإحسان. وفي الآية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سئل الحسن فقيل له: يا أبا سعيد، قول الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا والآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. إن أجر المسلم والمسلمة عظيم عند إنجاب الذرية إذا كانت نيتهما الاستجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت 1 ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. فبهذه النية يؤجر الإنسان على إنجاب الذرية. قال ابن الجوزي: لما علمت فضل النكاح وطلب الولد سألت الله أن يرزقني صالحة وأن يرزقني منها 10 أبناء، فاستجاب له سبحانه وتعالى فرزقه. كما أن الأبوين إذا أحسنا تربية الأولاد على العلم والطاعة فلهما مثل أجور أولادهم، لأنهما دعوهم إلى الهدى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إضافة إلى أن الولد من كسب أبويه وعملهما الذي لا ينقطع بالموت، حيث يستفيد الأبوان من دعاء ولدهما بعد موتهما. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد يموت في حياة أبيه فيثاب على موته، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وسواء كان الأبوان هما سبب لصلاح الولد أم غيرهما، وسواء كان صلاحه وهما في الحياة أم بعد موتهما، فلهما أجر ذلك، لأن الولد من كسبهما. قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وجاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله. أما الحديث فإنه قال: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر الولد ودعاءه له خاصين، لأن الولد من كسبه، كما قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا إنه ولده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم، فإنه ينتفع أيضا بدعائهم، بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع عمله إلا من ثلاث، لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان ذلك من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعوا له غيره لم يكن من عمله، لكن ينتفع به إن شاء الله. ومن هنا نوصي إخواننا وأخواتنا بما يلي: إخلاص النية في موضوع الزواج، ووضع أهداف كثيرة عند تكوين الأسرة، مثل تربيتهم تربية حسنة، وإنشائهم على خلق حسن، وغيرها من الأهداف السامية، والإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء للولد بالصلاح والهداية، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أيضا المحافظة على الأذكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وصلاح الذرية أمنية وغنيمة للوالدين، فإنه امتداد للعمل الصالح، والصلاح بعد الوالدين. ولذلك فإنه ينبغي أن يحرص الوالد على حسن تسميته، وتحصينه بالأذكار، وتعليمه القرآن والسنة، والأخذ بيده إلى المساجد، والحرص على حسن تأديبه، كما جاء في الأثر: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا. كذلك ينبغي أن يضعه مع رفقة صالحة تذكره بالله إذا نسي، وتعينه على طاعة الله إن ذكر. فالمرء على دين خليله، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصاحب فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ومن الأسباب التي تعين على صلاح الأبناء أن يكون الأب والأم قدوة صالحة لولدهما وابنتهما،
كما قال معاوية رضي الله عنه: ليكن أول ما نبدأ به من تأديب أبنائنا تأديب أنفسنا، فإن أعينهم معقودة بأعيننا، فالحسن عندهم ما استحسناه، والقبيح عندهم ما استقبحناه. وأيضا السعي في تربية الأبناء على العقيدة والصلاح والصلاة وسائر الأعمال التي تقربهم إلى الله، مع ضرورة أن يتفق الأب والأم على خطة موحدة في التوجيه والإرشاد. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.